اضطراب لعدد من الأساتذة الجامعيين بعد فشل المفاوضات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مسيرة للاتحاد العام التونسي للشغل بمناسبة إحياء الذكرى 61 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد. الإعلان عن جمعية شكري بالعيد الإبداع والفنون من أجل إرساء مشهد ثقافي متنوع ومنتظم. وفي لبنان اغتيال القيادي في حزب الله حسن اللقيص أمام منزله في منطقة الحدث اللبنانية، وحزب الله يتهم إسرائيل بالتورط في عملية الاغتيال. أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. بمناسبة إحياء الذكرى 61 لاغتيال الشهيد فرحات حشاد، انطلقت اليوم مسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل من ساحة محمد علي بالعاصمة في اتجاه ضريح الشهيد بالقصبة. وقد شارك عدد من النقابيين والسياسيين في المسيرة رافعين الشعارات الوطنية ومرددين النشيد الوطني. نفذ اليوم عدد من الأساتذة الجامعيين بكافة الجامعات إضرابا حضوريا بدعوى من الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بعد فشل المفاوضات مع وزارة الإشراف. كما أكد المضربون أن الوزارة تنكرت الاتفاقيات المبرمة مع الجامعة إلى جانب مواصلة سياسة تهميش القطاع وغلق باب الحوار على حد تعبيرهم. مطالب مهنية ونقابية كانت أبرز أسباب تنفيذ الأساتذة الجامعيين للإضراب هذا اليوم بمختلف الكليات. الإضراب الحضوري هو في الحقيقة معناها هو ثاني إضراب هذا ينفذوه، والأسباب هي نفسها. الأسباب تتعلق أساساً بتنكر الوزارة للاتفاقيات التي أمضتها في عديد المرات، ولكن وهذه الاتفاقيات لا تنص على أمور مادية بحتة، ولكنها تنص على الكثير من الأشياء، وخاصة معناها اعتبار الطرف النقابي شريك في إصلاح المنظومة النقابية. الإضرابات التي وقع تنفيذها والتي ستنفذ كلها تعيب على هذه الحكومة بمختلف وزاراتها عدم تشريك معناها الأهل المهنة في ما تنصه من قوانين. وثم حاجة مهمة جدا وخطيرة جدا قاعدة الوزارة تقوم بها في الوقت الحالي، هي تتعلق بالتعيينات والترقيات. إذن هذه التعيينات معناها تقوم على أساس الولاءات الحزبية. كما عبر النقابيون عن استيائهم من قرارات وزارة الإشراف التي اعتبروها قرارات لا تخضع لأي مقاييس، كما بين البعض أنه في صورة العدم الاستجابة للمطالب فإن النقابة الأساسية للتعليم العالي ستتخذ أشكالا تصعيدية أخرى. خلال الاجتماع اللي قمنا به في ضرب الحضور هذايا، الزملاء اقترحوا عدة أشكال نضالية سنقوم بمناقشتها في الأيام القليلة القادمة على مستوى اجتماعات نقابية في صلب الكلية. جلسات تفاوض بين الطرفين سبقت هذا الأضراب إلا أنها لم تضفي إلى أي نتيجة، فالبعض اعتبر أن وزارة التعليم العالي ماضية في سياسة تنفيذ القرارات الفوقية وأحادية الجانب. نفذ الاتحاد الجهوي للشغل بولاية توزر إضرابا عام ومسيرة شعبية للمطالبة بوضع حد لتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجهة، على خلفية القرار الوزاري بإحداث 5 كليات طب بعدد من الولايات الداخلية باستثناء ولاية توزر. نشب صباح اليوم حريق في حافلة نقل عمومي على مستوى مفترق الطرقات باب عليوة بتونس العاصمة على إثر انفلات إحدى العجلات الخلفية للحافلة، مما تسبب في اندلاع الحريق، وقد تمت السيطرة عليه من قبل أعوان الحماية المدنية دون وقوع إصابات. الحقيقة بداية حريق اندلاع حريق على إثر انفلات إحدى العجلات الخلفية للحافلة على الخط رقم 74 وفي مستوى باب عليوة تحظى مقبرة الجلاز، في ساعة معناها الأعوان اللي كانوا على الخط هاكي هبطوا الحرفاء، وتم الاستنجاد بأعوان الحماية المدنية اللي حولوا على عين المكان في وقت قياسي، والحمد لله ما انتشرش الحريق، تم السيطرة عليه فوريا، ومن أطراف الله اللي تم السيطرة عليه من قبل أعوان الحماية المدنية. انطلقت اليوم بالمجلس الوطني التأسيسي الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون متعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلية عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، ويشمل هذا القانون أرامل أعوان قوات الأمن الداخلي وأبنائهم، كما يشمل تلاميذ مدارس التكوين الأساسي لأعوان قوات الأمن الداخلية.
إرساء مشهد ثقافي متنوع ومنتظم في جميع مجالات الإبداع الفني والأدبي على المستوى الوطني والعالمي وترسيخ قيم الثقافة الوطنية والكونية هي أبرز أهداف جمعية شكري بالعيد للإبداع والفنون التي تم الإعلان عنها اليوم خلال ندوة صحفية. الدفاع عن المشروع الوطني الثقافي الحداثي وخلق مبدعين في جميع المجالات هي أهم أهداف جمعية شكري بالعيد للإبداع والفنون. الأهداف متاع الجمعية هي المساهمة في إرساء مشهد ثقافي متنوع ومتطور في جميع مجالات الإبداع والفنون على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، ترسيخ قيم الثقافة الوطنية والكونية المستنيرة. الهدف الأساسي لهذه الجمعية هو الانطلاق من الطفل حتى نوصل إلى الكهل إلى الشيوخ لتكوين معناها مثقفين ومبدعين وفنانين ومفكرين. جمعية شكري بالعيد للإبداع والفنون جمعية مستقلة تضم نخبة من الفنانين والمثقفين، وهي مفتوحة لكل المبدعين على اختلاف انتماءاتهم السياسية والإيديولوجية. هذه جمعية ثقافية تعنى بدعم ونشر الثقافة الوطنية، ما هيش جمعية تجارية، هي جمعية تحمل اسم الشهيد الذي دافع عن الإبداع والمبدعين وعن الفنانين والنساء بصفة عامة. المخرطين متاع الجمعية مهوش بالضروري يكون عندهم توجه سياسي أو ايديولوجي، المهم هو كما موجود في الأهداف متاع الجمعية هو المساهمة في إرساء مشهد ثقافي متنوع ومتطور تقدمي بالأساس، مش بالضروري يكون إنسان ينتمي إلى حزب ويكون عنده ايديولوجيا معينة، المهم هو الدفاع عن ثقافة أخرى، عن ثقافة الحرية، عن ثقافة التنوير. احنا باش نعملوا فروع معناها مش في تونس فقط، داخل الجمهورية، في القرى والأرياف، في الجر، في الدواوير كما نقولوا احنا في جندوبة، هذا شيء هام جدا 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 معناها للنضال. العاشر من ديسمبر الجاري الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان ينطلق أول نشاط للجمعية بتنظيم ندوة فكرية ثقافية تحت عنوان حقوق الإنسان من خلال مسيرة الشهيد شكري بالعيد. والآن ننتقل إلى الشأن العالمي. أعلن حزب الله اللبناني مقتل أحد قادته أمام منزله في العاصمة بيروت، وأشار الحزب في بيان له أن القيادي حسن اللقيس لقي مصرعه في منطقة الحادث اللبنانية، ولم يذكر حزب الله أي تفاصيل عن الحادث مكتفيا باتهام إسرائيل بالتورط فيه. وأوضح مصدر قريب من حزب الله أن اللقيس كان مقربا جدا من الأمين العام للحزب حسن نصر الله، وجرت عملية الاغتيال بعد مقابلة تلفزيونية له مع نصر الله. اتهم الحزب إسرائيل بارتكاب الجريمة وحملها المسؤولية الكاملة، مؤكدا أن العدو الإسرائيلي حاول أن يلان من اللقيس مرات عديدة وفي أكثر من منطقة. هذا وتوعد حزب الله إسرائيل بتحمل كامل المسؤولية وجميع تتبعات الجريمة والاستهداف المتكرر لقادة المقاومة. أعلن وزير الإعلام السوري عمران الزغبي أن بشار الأسد سيبقى رئيسا وسيقود المرحلة الانتقالية في حال التوصل إلى اتفاق خلال مؤتمر جنيف 2 المقرر عقده في جنيف. وقال الزغبي أن الذهاب إلى جنيف 2 ليس لتسليم مفاتيح دمشق للمعارضة، وأن القرار للرئيس الأسد باعتباره قائد المرحلة الانتقالية في سوريا. هذا وانتقد الوزير المملكة العربية السعودية الداعمة للمعارضة السورية رافضا مشاركتها في مؤتمر جنيف 2 المزمع عقده الشهر المقبل، مضيفا أنه لا مبرر أطلاقا لوجود السعودية في أي عملية سياسية في المنطقة. هذا وجدد الموفد الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي رغبته في مشاركة إيران الحليفة للنظام السوري والسعودية في مؤتمر جنيف 2. وبهذا الخبر نصل إلى نهاية النشرة الأخبارية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.